وهذا سائل يقول: عندي أمي تقوم برسم خطين على الأرض وتقوم بتمرير خيط فيه خشبة فوق الخطين، وإذا مر فوق الخط الأبيض تتفاءل خيرا، وإذا مر فوق الخط الأسود تتفاءل شرا، فهل هذا من الشرك؟ وماذا علي أن أفعل معها؟ نعم، الخط في الرمل هذا نوع من الشرك ومن ادعاء علم الغيب، ولا يجوز هذا العمل. عليك أن تنصح والدتك عن هذا العمل وتتوكل على الله عز وجل، تكثر من الدعاء والورد في الصباح والمساء والمحافظة على الصلوات. وأما الخطوط وعمل الخطوط على الأرض وعلى الرمل، هذا من أعمال المشعوذين والمشركين. نعم.